جد سعيد باش نكون هنايا في فيستيفال ملكة جمال أركان، أركان للتراث ديالنا تبارك الله وصلى على النبي. أنا اللي يعجبني هنايا هو هذا التنظيم ديال هاد لي جون هادو، التنظيم ديال هاد الشباب تبارك الله وصلى على النبي، واحد الحيوية رائعة كما كيعملوا كما كيخدموا. وأنا كنتمنى هذا الفيستيفال ديال ملكة جمال أركان يكون أول فيستيفال يكون فيه الخير علينا حنا كفنانين. نبداو بهاد الفيستيفالات إن شاء الله، لأن كيبان لي واحد البصيص ديال الأمل تحيد علينا هذا الوباء، لان الفن كفنانة عينا بمعنى الكلمه. بغينا نبداو ان شاء الله، وكيبان لي بان الحمد لله حنا كمتفائلين غادي يكون كل شيء بخير وعلى خير ان شاء الله. جديد هو هاد لا شونسون ديال كوبي كولي اللي غنغنيها مع ليكم ان شاء الله اليوم، راه بدات لا بروموسيون ديالها الحمد لله غاده بخير وعلى خير. والجديد هو نكون معكم هنا في فيستيفال ملكة جمال أركان، وغادي ندير الجديد ديال الاغاني الجديد ديالي. شكرا. السلام عليكم، سعيد وفرحان بمشاركتي في التظاهرة ديال ميس أركان. تظاهرة جميلة جدا، يعني شكرا لكل الناس اللي سهروا لهذا البرنامج الجميل او التظاهرة الجميلة. شكرا لكل الاعلاميين والثقافيين اللي حضروا باش انهم يواكبوا هذه التظاهرة الجميلة، ويا رب التوفيق والنجاح للجميع ان شاء الله. ودائما ان شاء الله تكون تظاهرات اخرى واخرى باش ان شاء الله هذا البلد تكون غنية بالثقافة ان شاء الله، ويا رب النجاح والاستمرارية في خصوص الثقافات المغربية ان شاء الله، انه دائما نهزوا بالثقافة المغربية، ويا ربي نجاح في نجاح ان شاء الله بالنسبه لمملكتنا الحبيبه المغرب. والجديد ديالي هو منفهم السبع، كنظن من ايام او من اشهر قليله حطيتها في لاشين ديالي، اغنيه زوينه عجبات الناس، وحتى اللي باقي ما شافهاش مازال يشوفها ان شاء الله وتعجبو ان شاء الله. كنحماق عليكم حاتم إدار. يمكن الكل كيتسائل علاش انا جيت وعلاش حاضر، فما يمكن الا نحضر، لانني اولا وقبل كل شيء انا ولد المنطقه، انا ولد عزرو، وكنكون فخور انني كنتعرض للمنطقه ديالنا، كنتعرض مثلا لاكادير ولا تارودانت ولا تيزنيت ولا يعني سوس كلها، كنكون فرحان باش نشارك، وخصوصا ان اذا كانت شي تظاهره من الشباب فما انا مؤمن وكنامن وكنلح على راسي ان اي تظاهره فيها الشباب نحضر لها، لا لشيء إلا أنني ندعم هاد الشباب، نعاونهم بالمعلومات البسيطة اللي عندي، نعاونهم بالتجربة البسيطة اللي عندي، فضروري نحضروا ضروري ندعموا. بالنسبة لعلاقتي بأركان كما علاقة أي مغربي بأركان وبالحوايج ديالو، يعني العادات ديالو والتقاليد ديالو، فضروري ما يمكنش ما تبغيش أركان وما تبغيش الحويجات اللي كتفخر بها المنطقة. جيت وكل أمل أني نساهم مساهمة حضورية وفكرية وفنية باش نجح التظاهرة، إن كانت هذا هو يعني أول دورة ان شاء الله. كنتمنوا لها ماشي اول دوره، غتكون دورات ودورات. علاش؟ لان الدراري كلهم حماس وكلهم رغبه باش يديروا حوايج زوينه، وما يمكن الا ينجحوا ان شاء الله غادي يتطور دوره على دوره. اولا مزوار وارون تيني غزول اني غزولو قدودنا يعزان اللي يتنين عبر المنابر الاعلاميه، يعني راون تيني غورا كني ايوز نون تنمير نون تقام يعني مد اللي بدا يتابع الاحداث اللي تيسكرني غير مدينتنا غير مدينه نوكادير اللي سنتفتخر بها. غصاد المناسبه اني ميس أركان، يعني ملكه الجمال أركان،
اللي تيسكر نخطو الزومت نو قادير تيسكرنت يعني كريم دوكالنا اللي قانين الشباب نو قادير اللي رانين نمين المنطقة وقادير اشكو غلان زود إما السناد يعني غلان زود يمو السودناد ارتعوان المدينة نغل جانب السياحة يعني لم يدلي داري الله الاهتمام سوارقان إلا مدلي قانين اللي دار لي اهتمام سماس الموروثات اللي كان موروثه مازيغنا ارغان ايوا غصاد الحسن شوشاو راه يشاركوا انت يعني ارتيني ختان ميرت اللي دار المهرجان اللي فان هاد غيان غميد اللي راه يفا افولكي دو بوغلو المهرجان هذا راه سنتيني غيوزن سنتان ميرتنا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.